انتوا مين؟ وايه اللي جابكم هيني؟ انا فين؟ ها؟ انا فين؟ شرفت جهنم يا روح اللي جابوك. مستر ابليس انت فاكر الدنيا سايبه واعمل لي فيتك كمان. هاني حقوق الإنسانية تقدم عليا يا نهار. هاني عايز أفهم. عايز تفهم؟ فهمني يا لذيذ. أنا مستعد أضرب بالجزمة بس أفهم أضرب ليه؟ هاني ما عدتش عايز أفهم. سابك لضميرك يا حلوف. يا بيه أنا عايز أفهم، عايز حاجة تخش الدماغ. أوي. أوي. مش قصدي. أيوه يا لذيذ. حرام عليكوا يا ناس. حرام عليكوا. مش حالي. ده انت فين يا استاذ؟ انت كنت فين؟ ده الضرب هنا كان للركب. ده مش هو يا جماعه. ايه اللي انت عملتوه ده؟ مش هو؟ مش هو عناه؟ مش هو عناه ولا بالكهل بتضربوني؟ ده مؤاخذه يا استاذ مش انت المقصود، بس ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جاي؟ جاي شقيتي. شقيتك اللي فوق اللي زي دي. ده انا غلطت في الشقه. احنا كنا مستنيين ضيف عشان نرنه العلقه دي، لانه عديم الاخلاق بيعتدي على اعراض الناس. ايه دي؟ يعني هو يعتدي على اعراض الناس وياخد راحته وانا انطرب من كل الناس، ها؟ ده منظر واحد بتاع نسوان يا بهايم. ما قلنا متاسفين. ما فيش متاسفين، انت تقول متاسفين انا اقبلها ولا ما اقبلهاش؟ ايه ده ولا ده؟ النفختين دول يا هلي بترضع ايه وانت صغير؟ اطفال صغيرين يا هلي. ها ها ننزل ايدك، ننزل ايدك. ما قلنا متاسفين. ما قالك سوري بقى. سوري بلطجي مثقف. حقك علينا ما تزعلش. ما تزعلش ايه؟ دماغك ابوسها. مش عايزين لما النبي يا اخوانا، مش عايزين لما حد يندخل اسعاف الله يكرمك. انت هتلحن الامر، انت ايه اللي عمل فيك كده؟ هقول لكم ايه؟ ماني لو حكيت مش هتصدقوني. طب بس اسكت اسكت، على الاقل استريحنا من افكارك شويه. افكاري دي مش هتستريح منها يا باشمهندس عبد السلام، فاهمني؟ ها؟ والاختراع بتاعي هينجح باذن الله، الاختراع كله هنا، ها؟ مكنه قد كده اهو، اللي هتمشي العربيه زي ما انا عايز، والتجربه هتتعمل في ميعادها، ايه رايك بقى؟ هتتعمل ازاي بس وانت مدجش بالشكل ده؟ هتتعمل ازاي؟ ده انت مدجش. يا مستني جاي تتخانق معايا ولا جاي تتخانق معايا؟ جاي تديني انا مداش صحيح بس دماغي سليم. ايه رايك؟ ما هي دماغك دي اللي وديتك في داهيه، اللي دششتك وهتودينا في داهيه معاك. داهيه؟ عبقري زيي اعمل لكم عربيه تمشي بالميه وتقول لي تروحوا في داهيه يا جهله؟ يا ابني ميه ايه والباب ايه؟ لا مش هباب، ميه. يا ابني انت عايز تجنني؟ عايز تجنني؟ ده العالم كله ما قدرش يوصل للي انت عايز توصله ده في يوم وليله. يوم وليله؟ انت اللي بتقول الكلام ده يا عبد السلام بيه؟ يوم وليله ده انا شغال في مصنعكم تسع سنين، تسع سنين وانا في الثانويه العامه، دخلت كليه الهندسه عشان اطور نفسي، عشان اخترع حاجه تفيد مصنعكم وتفيد البلد، تقول لي يوم وليله؟ ايوه ايوه انا فاهم، بس انت صعبان عليا، ما تعيش في احلام. برضه بيقول لي احلام، انت بتكسر مقاديفي ليه؟ بتكسر مقاديفي ليه؟ لا انا بمجرد خروجي من المستشفى هخف وابقى صاد سليم، وهعمل التجربه هعملها وهتنجح، بس انت عليك تكلم لي رؤساء بتوع مجلس الاداره، وكلم لي الناس بتوع الشركه دول، المديرين بتوع الشركه الزفت بتاعتكم دي وخلاص. خلصت روحك، خلصت روحك. لا خلصت روحك، انت هتجنني، هتجنني. هو انت عليك تخرف وانا هتهزع؟ رئيس مجلس الاداره ايه اللي هيجي لك اجتماع زي ده؟ اسمح لي اقدم لك بوكيه الورده باسم الساده الزملاء اعضاء اللجنه النقابيه التي اتشرف. اقول لك ايه، انت هتعمل لي فيها خطبه؟ جاي يزورني في قرافه، طلع قرافه علي. هات يا اخويا الورده، هات. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، انتوا عارفين شايفينه اهو مش قادر يتكلم. ايه يا عم مع السلامه، مع السلامه. طبعا نفسي اللي بدل. ما شاء الله فرجت. طبعا هم يلموا على حسي في المصنع، ها يلموا طلع لهم ب 200 300 جنيه، جايبين لي بوكيه 5 جنيه، انا هفضيح عليك. اخلص بقول لك ايه، هم كلمتين ورد غطاهم، ها؟ التجربة هتتعمل وهتنجح، ورئيس مجلس الإدارة هيجي غصب عنه ورجله فوق رقبته، يا إما ها؟ أنت عارفني، ها؟ هشغل لك الخمسة الخفيف. أيوه عارف، عارف الخمسة الخفيف. خلاص عارفهم، عارفهم الخمسة الخفيف والستة الطوال وكله. هطيح بيكم واحد واحد. طيب خلاص خلاص. ألف حمد لله على السلامة يا محمود بيه. انت جاي تخانق، انت قصدي جاي تخانق، وديني لما هم هشوف عامل فيك ايه. صباح الخير. اهلا يا عيش. اهلا. الله، ايمانك يا بيضه. بيضه ولا سوده؟
شفتي شفتي يا عايشه زمايلنا في المصنع عملوا ايه؟ جايين يحطموني ويكسروا مقاديفي. ولا يهمك يا حبيبي، بكره يعرفوا امتى. حسبي ايه يا عايشه، عمال اطفاصي ايه؟ يعني فكرة كده ان الاختراع دي هينجح؟ طبعا يا حبيبي هتنجح ان شاء الله. انا مؤمنه بيك وبافكارك ايمان مطلق يا محمود. انت عبقري. ايوه ايوه، بس المهم يعني هطلع لهم لساني ان شاء الله. ان شاء الله. يا سلام يا سلام لو الاختراع ده نجح وكسر الدنيا واتلم انا وانتي في بيت واحد والمدعو ابوكي لا مؤاخذه يعني معلش ما تزعليش يقتنع ان مقام البني ادم مش بفلوسه، لا بجزمته. اقصد براسه. طب خد ايه؟ خد دول. ايه دول؟ دول 4000 جنيه عشان تكمل صرف على تجربه. لا لا يا عايشه كفايه بقى كفايه، انا خدت منك كتير وبتكسف. يا حبيبي انت كل مره بتتكسف وكل مره بتاخد. صحيح. خلاص اللي مطمني ان انا بعيد عن نوتي وفي الاخر هديهم لك على داير المليم. صبركم علي يا اولاد المصنع، صبركم علي. ان ما وريتكم انا حوريكم ان المهندس ابن الفلاح البسيط هيقلب الدنيا راسا على عقب يا اولاد الكلب. جاهزين يا فندم؟ طب يلا عشان انا مش فاضي. انت بتكبسي من اولها. لا مش فاضي ده. احنا بنعمل اخطر تجربه سيارات في القرن العشرين وتقولي مش فاضي دي؟ معلش يا فندم، اصل من كتر الاختراعات مخه اتلحت شويه بقى ناقص خمسه. لا لا يا عبد السلام بقى، يعني مخي ما اتلحش وانت فاهم كويس قوي ان انا بتكلم صح. بس انت اللي خايف تتكلم دلوقتي علشان ما ياخرلكش العلاوي وما يسحبوش العربيه اللي بتوصل بيها العيال المدرسه. يلا خلصنا، انت هتزلني عشان اختراع اتفضل. حاضر يا عبد الجواد بقى، حاضر. إن ما زليتك حالا دلوقتي على الملأ. خليك معايا عايشة، هطرح القضية. أشكركم يا حضرات لأنكم اهتميتوا بعد 9 سنوات من التريقة والسخرية تقولوا عليا معتوه مجنون. أنا هثبت لكم إن العبقري اللي بيشتغل في مصنعك يا عبد الجواد عمل إيه؟ تجربة بسيطة، سيارة هتمشي بالمية من غير جاز، من غير سمنتو، من غير اي سائل اخر. بالميه عربيه تمشي بالميه وصحالي هتمشي بالميه. الاختراع دي هيهز العالم عشان نخلص من مشاكل البترول، عشان نغير موازين العالم. وبس هي اللي بتخترع العربيه دي، هي اللي تعملها وتصنعها. اما في هذه اللحظات العاسره لا يفوتني ان اشيد بالإنسانة اللي سندتني وساعدتني في نجاح هذه الإنسانة، الست عائشة. لو نظرت لها ودققت فيها مش هتلاقوها إنسانة، دي مش منظر إنسانة. بتبص على ايه؟ انا بقول مش إنسانة يعني ملاك مش حمار. لا يفوتني الا ان اشكر الآنسة، الآنسة عائشة، الآنسة الباردة الرغداء المدملكة. شكرا. يحب النبي يصلي عليه، يحب النبي يصلي. بس يا جماعة بقى، بس يا جماعة ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. يلا خلصنا. التجربة اللي احنا بنعملها دي هتهز العالم. طبعا انت لا يهمك ان العالم يتهز ولا ما يتهزش، كل اللي يهمك ان بعد ما تنجح التجربة يعينوك وزير. خلاص بقى يا محمود اتفضل. عشان خاطرك انت بس يا عايشة، انت الوحيده اللي بحترمك في القعده دي. بسم الله الهادي. شوفوا حضرات، قبل ما ابدا اوريكم التجربه في شويه حاجات كده عايز اني افهمها لكم. ان البنزين اساسا كان بيتحط في التانك بتاعه وبتدور دوره كامله. احنا عايزين ازاي نحتفظ بالمي؟ عبد الجواد نمت يا عبد الجواد، اصحى. ايه 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 في ايه؟ سيادتك عامل لي مشغول وكل شويه تقول لي مش فاضي مش فاضي وجاي لي تنام. عيب يا محمود. الله، البي مش نايم ده بيفقر. قصدي بيفقر. عيب عليه هو اللي عيب بقى. اخطر تجربه اللي بعملها فريد فيها عمري وتقول لي عيب ويجي ينام لي. ايه تهبيط الهمم ده؟ يا اخي خلصنا في نهارك اللي مش هيخلص. ثانيه واحده يا فندم بس. خلاص بقى يا محمود.
خلاص بقى يا محمود بلاش فضايح بقى وابتدي. الله مش شايفه مناظرهم يا عيشه؟ مناظرهم كما لو كان رايحين جامع عمر ماكرم، مش بيحضروا التجربه ناجحه. المفروض يجوا فرحانين ومزقطزين ومنتعشين. بعدين معاك بقى، ما كفايه عليك، انا مبسوطه يا محمود. خلاص بقى عشان خاطر ماشي ولا مبسوطه. خلاص شوفوا حضرات، الجزء اللي هوريه لكم ده، الجزء دي هو اساس الاختراع. بقيه المطار زي ما هو، ما حصلش تغيير كتير. والجزء ده خاص بتحويل الطاقة المطلوبة العربية من طاقة البترول لطاقة المية. طبعا انت ما انتش فاهم حاجة خالص، انا عارف. اللهم طولك يا روح، لولا ان انا عارف انه السيد وزير الصناعة مستني نتيجة التجربة كنت سبتك ومشيت. اهديه، يعني كمان جاي غصب من عنك؟ يا محمود يا اخويا، انت حاطط ليه نقرك من نقر السيد رئيس مجلس الإدارة؟ هو شكله على بعضه كده مش عاجبني. معلش عشان خاطري، معلش. يلا يلا اتكل على الله، يلا عايزين نتفرج بقى على حاجه حلوه. يلا يا حبيبي. طيب يلا صلاح، يلا بسم الله الهادي. بسم الله الهادي، هتبسط وتفرح. استنى لما اقول لك يا صلاح. ها بسم الله. سمي يا صلاح، سمي المساله حصلت مش عارف. ماشي يلا اتكل على الله. بص كلات لا معلش لمؤاخذه، هي بتحصل بتعلم ساعات. شغل يا صلاح. مالك يا ايوه يا اخي، سلكه طالع مش طالع. يلا شغل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس خالص. ها مفيش، مفيش زاد، مفيش خالص يا باشمهندس. واصل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس، يعني مفيش يا باشمهندس. اوعى صلاح، اوعى انت، اوعى وشي. لا اشتغل اشتغل. معلش يا محمود، معلش مش مهم النهارده يا محمود، ابقى شغلها في اي يوم تاني. كان لازم تشتغل. فين؟ في المنام؟ يا سعادة البيع هتدور، اكيد هتدور، مش في المنام ولا حاجه، هتدور حالا. حضرتك عارف. عارف ايه؟ عامل لي مخترع وعبقري حضرتك؟ بقى بذمتك ده شكل واحد مخترع؟ ده شكل واحد هيقلب الكون؟ كفايه بقى بيه، كفايه. اخرس اخرس. انا تذلني؟ انا تفزعني وانا نايم؟ قصدي وانا بفكر. اخ لو كان في ايدي انه افصلك كنت فصلتك من زمان، لكن مع الاسف في قوانين عمل. لكن معلش، هيجي اليوم اللي هتقع فيه واخلي اللي يتفرج عليك. اللي ما يشتري يتفرج. اللي ما يشتريش يتفرج. عارف عارف، المخترع قال هزلت. يا فندم اعصابك لا تتجنن زي يا فندم. هزلت. يا سيدي ازاي يا عائشه؟ انت حاسه بيه؟ انت عارفه مستقبلي في كل اللي بعمله دي. ضيعت 99 من عمري، هيتهزات بقيت ملطشه لكل واحد. دلوقتي هيتريقوا عليا اكتر. انا خلاص مش قادر استحمل، مش قادر. طب يا بابي، انا فاشل، انا فاشل فاشل. خلاص بقى يا محمود، معلش يا حبيبي، قومي عشان نمشي بقى عشان تستريح. خديني قبل ما يتريقوا عليا بسرعه، مش عايز اشوف حد. الجدع لما يفشل لازم ينتحر. ايه بسم الله الهادي. لا دي حتى تبقى موتة بايخه. اجزر اجزر اجزر، لسه هنقطع الشرايين، شرايين تتبهدل. خر من ادم
لا يا ويالي لا. يا سلام لو كان عندي بانيو كنت غرقت نفسي فيه. لا لا برضه متبايخي وراها معنى سخيف. ما وازوا عليا يقولوا اني غرقت في شبر مي. طب اعمل ايه؟ بس لقيتي ممكن بزجاج. صح لا لا حاجه تخرب والدم يزرق ويبقى منظري بالبلي. لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ انا جبان جبان ما عنديش شجاعه اني اموت نفسي. طب اعمل ايه؟ لازم يكون في حل. الو ايوه عايش. لا ابدا مفيش مفيش. هكون عامل ايه يعني؟ عامل عيش. طب وليه الياس ده بس يا عايشه؟ قصدي يا محمود عايزاني افشل الفشل الذريع دي وما يقاسش. ليه واني قبلتي ايه؟ حلوه ده امل عمري ضاع ضاع يا عايشه. معلش يا محمود حاول تاني يا باشمهندس. مش هحاول خلاص. انا اتعقدت يا عيشه اتعقدت مش هحاول. الو الو محمود. عم ابو اليزيد هنا؟ مين اللي هيسأل عليك؟ أني أنت مين؟ نقول له مين يعني؟ أني محمود زاهر عبد الظاهر من عند صفطية. اوقف مكانك ما تتحركش. ماشي نقول له محمود مين؟ محمود زاهر عبد الظاهر من عند صفطية هو عارف. اوقف مكانك ما تتحركش. ماشي عبد الظاهر مين؟ أبوي أني محمود وزاهر أبوي وعبد الظاهر جدي. أقول لك إيه؟ قول له حفضل مكاني عارف. ما تتحركش. ماشي اثبت يا جدع اثبت يا اخوي اثبت. ماشي مستنيك جوا روح له. ماشي وقف مكان ما تتحركش. اقف كيف اقف كيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا سي محمود يا ابن الناس الافاضل. اهدي حضرتك لسه فاكرني؟ الله يرحم والدك وناسك. ناس لهم فضل علي يا ما سرقنا منهم معيز. معيز بس. أنا عايز أتكلم معاك. قول قول يا حبيبي دول مش أغراض. بس أنا كنت عايز أتكلم كلمتين على انفراد. قوموا يا رجال قوموا. اجري يا صاحبي اعمل لنا كباب شاي. تتأمر يا سيد الرجال. اقعد اتفضل. شاك أهلا أهلا مرحب. أنا واقع في ورطة وعارف ان مفيش حد هينجدني منها غيرك انت يا عم ابو اليزيد لانك راجل جدع. رقبتي سداده. لا انا مش عايز رقبتك. انا عايزك تاخد رقبتي تقطعها. واقطع رقبتك كيف؟ تموتني يعني. واموتك كيف؟ طب
وبأي طريقة تختارها. أها، أنا أول مرة أشوف واحد يكري على نفسه، يعني عايز يقطع رقبة نفسه. أصلك ما أنتش فاهم، بصراحة أني محكوم عليا بالإعدام. إعدام؟ أني طلع عندي المرض البطال. يا ساتر يا رب. أيوه، والدكاترة كلها قالوا لي إنك حتموت بعد 4 أشهر، يعني ميت ميت. طب ما تستهدى بالله وتنتظر ال4 أشهر دول وتموت براحتك. انتظار الموت وحش يا عم ابو اليزيد، بيموتني في اليوم 100 مرة. عندك حق، الله يكون في عونك يا ولدي، بس دي شغلانه كبيره قوي، تودي في داهيه. تودي في داهيه وانت يهمك يا ابو اليزيد، ده انت قتلت قتله معتبر، ده انت بتقتل وبتأزأز لب. ايه الكلام ده؟ ده البلد كلها بتتكلم عنك وعن مصايبك السودة. اشاعات يا ابني اشاعات، ده اللي زي الحمل الوديع. حمل وديع ولا عجل وديع؟ عني ضايع عنك وفاكرني الحكومه هتخاف مني؟ انت تشرب الشاي وتتوكل على الله يا ابن الناس. اسمع بقى، انا جاي لك في بيزنس، عاجبك مش عاجبك اشوف غيرك. انا عندي شقه هبيعها وادي لك 20,000 جنيه. بتقول كام؟ 20,000 جنيه، ادي 4,000 والباقي بعد ما تخلص العمليه. طب وانا ايش ضمني ان اخد الباقي بعد ما تتوكل؟ ماني ليا خطيبه اسمها عايشه هتديك بقيه الفلوس، انا معرفها تسد ديوني كلها. هو معقول؟ معقول خطيبتك تدفع ثمن قتلك؟ ما هي مش هتعرف انك انت اللي قتلتني. اتفضل ادي الكمبيال اهي. بس قول لي، ايوه انت ليه ما قتلتش نفسك؟ كان زماني خلصت. انا جيت لك عشان كده لاني جبان واخاف ما اقدرش اقتل قطه. انا عايزك بقى بصراحه تقتلني قتله غدر، موته غدر، بس ما احسش بالم. ومهما تحيلت عليك يا ابو اليزيد، لو بوست ايدك بوست رجلك، اوعى ترحمني، انت تذبح وخلاص. خلاص هنذبحك يا ولدي. الله يكرمك ويخليك. اتفضل ادي العنوان بتاعي يا عم ابو اليزيد، بعد 3 ايام تكون عندي وقتلني. وبعد 3 ايام بالظبط، يعني يوم الخميس. عارف ليه؟ عشان اني بتفائل بيوم الخميس. طب وليه 3 ايام؟ طب ما نقتلك وعلى الاقل نيت منك هنا. ايوه مظبوط. لا بس انا عندي شغل كتير وعندي مشاوير كتير لازم اخلصها الاول. وخلي بالك اني جبان جبان جدا، يعني اتحايل عليك اقول لك في عرضك يا ابو اليزيد، في طولك ابوس ايدك، ما يجعوا بيا، طخني اذبحني فرتكني. عندك حق عندك حق. طيب استاذن انا بقى. لا ما شربتش الشاي. لا تشربه في المياتم باذن الله. وزي ما بقول لك مش عايد عليك، مالكش دعوه بيا، مهما استرحمتك مهما تحيلت عليك طخني يعني طخني. اطمن احنا واخدين على الحاجات دي، هنقتلك براحتك. واني هدعيلك يجعل لك في كل خطوه جريمه باذن الله. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الدنيا فانيه. ما تزعلش، انت هتروح المكان اللي لا فيه وجع قلب ولا مرض بطال ولا يحزنوا. ايوه بس ابو لزيد انا مش عايز اوصيك، انا عايز موتة ابقى مستريح فيها ما احسش باي حاجه وانا بموت. اطمن رقبتي سداده، احنا عندنا القتل كيف شكت الدبوس. انا سامع انا سامع سامع. مع السلامه. ربنا يبارك لك في ايدك. مع السلامه. اطمن مش عايز اوصيك، هتتقتل براحتك. الله يكرمك. مع السلامه. قلت لك 100 مره بس مش محمود، من هنا ورايح ايه بس معاش. يا حبيبي قلقتني عليك قوي، ده انا قلت لك كده تليفون ما بتردش. ممكن اعرف بقى كنت فين يا استاذ؟ كنت في ده. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ مش انت محمود اللي انا اعرفه؟ فين محمود الطموح الصبور؟ انت عبقري، انت عارف ان ده رأي فيك طول عمري، ولازم تفضل عبقري يا محمود. لا انا فاشل. لازم تحاول تاني. ما اقدرش. يا حبيبي لازم تحاول تاني. اكيد في حاجة غلط في اللي انت عملته وما خدتش بالك منها. ازاي ازاي؟ الاختراع نظريا مظبوط، عمليا مظبوط، هندسيا مظبوط، لوغاريتمات وتكنولوجيا مظبوط، كل شيء متعلق بنظريتي مظبوط 1,000,000%. يبقى اهل حصل يا عيش، مسألة بسيطة في منتهى البساطة. انا موصل الاسلاك كلها صح، كل حاجة موصلة صح. ادي السلك ده هني ومع السلك ده هني، وموصل على شاحن البطاريه عشان ياخد شحنه بسيطه من البطاريه، ويا دوبك بس ارفع الزرار دي اللي فوق. لا تدور ما ضربش. ليه ليه ما الموتور شغال يا عيشة؟ ايوه يا محمود. ها؟ شغال ازاي؟ يعني هو ده دلوقتي؟ ايوه يا حبيبي ما هو قدامك اهو. الدنيا ايه؟ مش مستوعب يا حبيبي. الموتور شغال. ايوه يا محمود. الموتور شغال. ايوه حبيبي.
بعض وشغال بقوة المية. ايوه انا اللي شغال بالمية. ايوه شغال. استني ما تصرف عليه. استنى استوعب. شغال بالمية على الاختراع. ايوه يعني هو دلوقتي داير وشغال. طب انا محمود قدامك اهو. لا انا بعلم انا بعلم. لا حبيبي دي الحقيقة. لا ما هو داير هو داير صوته باين. داير نشتغل. يبقى انا عبقري يا عيال. عبقري. عبقري ابوسك. ابوش ولا ابوش فيكسي تعالي عايشه اشتغلت 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 يا عايشه اشتغلت بالمية اشتغلت بالمية ياخذ الكيروسين والبترول كله والجاز عاشت المية حرة بي عاشت مية النيل اللي شربت منها وخلتني عبقري هو فين؟ هو ايه فين بس؟ الزفت الطين عبد الجواد رئيس مجلس إدارة كيف بيته طبعا تعال نروح له يلا نروح له نروح له مش مهم لازم اصحابه من افاها لازم يجي يشوف التجربة اشتغل حلوة جميلة كان راسك زاق كان راسك زاق عشان تشتغلي ماشي يلا يلا يا عايشة بس انا مش معقول اروح وقت متأخر عند الناس كده يا محمود مش مهم مش مهم يا عايشة مش مهم اهم جزء في التجربة من غيره ما تمشيش يلا بينا يلا حبيبتي طب انا بقولك وسيبة سباك وماله سباك راجل كسيب وعنده شقه يابا ده متجوز وعنده عيلين يا بنتي عيل اتنين تلاته اربعه انما ده عنده شقه مش متجوزاه فاهمه يا اخي كنت مستنيه جدع ده اسمه شعبان ها ده غلط مهبش هيقب الغايب حجته معاه يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمه في جوابه للصفر ما لا هيبعت ولا هيجي وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام الخايب يفضل طول عمره خايب اسمعي كلام يا بنتي هو حد طيب يتجوز الايام دي يابا هستناه ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا ذنبك على جنبك صباح الخير اهلا يا عبد الجواد هلو نعم شال ارقام جان انا رايي ايه بتقول ايه بتقول لك تجي لك تاني انت ممكن تيجي تاني في اي وقت البيت مفتوخ البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط اجي البيت مفتوخ انت تيجي في اي وقت باي باي شفت الانجليزي بتاعي عظيم عيني برد عليك مستورد معلم الو الو فريد بي دفعه العربيات الجديده وصلت يا فندم بالنسبه للعربيه اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في اي وقت النهارده لو حبيت طيب اوكي اوكي انت خارج ما هستلم العربيه الجديده طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل لا انا محضر السواق ماليش دعوه انت سلام
تعرف اني كنت خايفه اموت لما قلت لي ان ارقص؟ ليه؟ كنت خايفه لاحسن تدوس على رجلي. شوفي بقى، احنا لما نحب ندوس ندوس، ولما نحب ما ندوسي ما ندوسي، احنا عيال مخلصه قوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانيه خالص. بس انا من جوايا غلبان غلبان. العينين اللي كلها شقاوة دي غلبان؟ كده. مين اللي بيرقص مع نريمان ده؟ ها؟ ده فريد بلغة طريفي مليونير متجوز عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامة. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص، على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. هو ماله استناها؟ عجباك الدوشة دي؟ بيتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. اه طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن، وقد كان أول المستلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ تعال شوف يا وائل. إيه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ إيه اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، عربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخاريف امار، بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. ده انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يا خلق، مش شبه 40؟ لا بقى شعبان، انا متأكدة. هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم تيكا.
هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصة تانية. فرصة تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرايه يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينه، يعني انت مظبوط؟ زينه خش يا مسيد. امرك يا ريت. تعالي يا زينة، تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متاكده ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينة. وايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلك، وانا ما قلتلكش ايه الحكايه. انت ما قلتليش غير على حاجه واحده بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول. تعالي بس، تعالي انا هقول. تعالي يا زين، تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة. ايه العظيمه اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهه دي ما بين يوم وليله؟ اوعى تقولي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب؟ وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من خيال. اني جالي عبد ال على مو مش وقته، وانا هبقى اقول لك بعدين يا زينب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعيد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينب؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي بثلاث اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقي لهم جواب. ماني كنت جاي لك، بس ماني هقول لك، اصل انا كنت هجي لك. بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي، وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح علي قوي قوي قوي، ربنا فتح علي قوي. وانا كنت جاي لك، بس اللي حشني مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت. بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلا في مصر كل فيلا جنب الفيلا الثانيه، فتلاقي الفيلا ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه، 6112 طفل في الساعه، 72000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي، فانا كنت جاي لك، انما اللي حشني حقيقي، يعني اللي حشني يا زينب ان 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 انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافه السكانيه يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي بتقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لان الزحمه تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمه. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمه، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لان الناس بتبقى هجه ببعض وزحمه ببعض، فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقه يا زين. انا كنت جاي لك يا زينب، انما اللي حشني حقيقي يعني. يرحمني من جوه، تعالى بقى. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه. امك يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده. يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمرا. حمرا ايه وخضرا ايه يا زين؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي،
وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لأن ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجودة الوقت اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه، فالعيال بس هم بقى جسمهم فارم كثافه السكر. 412000 تمشي يا شعبان مليون عين انت في حياتك زين. ما انا ده كل اللي كثافه السكريه يا زين. طب سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا احنا كلنا 20 مليون، وانت ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه من فتقه دي متاه يا شعبان. زين زين انا هقول لك اصل كل دي كثافه سكانيه يا زين. افضل ساكت. ايوه بس ده خطورة عشان ولا خطورة ولا حاجه، انا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت، ما اجيبش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص اديت لازم تبقى الحياه معنا يا عبد الجواد، عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من عقل ثاني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات في التلفزيون
شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من سيدي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ما هي يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهواء في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد جواد، يا عبد جواد، انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وأنا مش عرفه، وأنا كان أبويا عطار. تراب الفرن طحنه بشوية شطة وعبي يا جدع في أكياس الفلفل الأسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد يأكلنا بولوبيت مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب. واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب؟ ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا شاي ابو نشاره، ولا السوداني المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد جواد، يا عبد جواد، والناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجارين. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي، السياحه حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا. اهي دي الافكار النيره مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوه خشبة حبشي. ها، الحكايه جد مش هزار. اصلا مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ عايز ايه؟ طب مش تسال الاول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين لو مؤاخذه يعني؟ انا فريد الغطريفي. نعم، فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلقى في ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد، هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني أنا وأنت. أنت اللي استوليت على ثروة أبويا، فالحساب يبقى بيني وبينك أنت. أبوك مين؟ أنا فريد الغطريفي. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز إيه؟ عايز الفلوس. 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، أروح أعبهم لك في الشنطة وأجيبهم لك. ولا أقول لك، اسمع، أنا أكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقة، انا هكون عملي معاك. ثروة ابويا كاملة انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة انا يكفيني 1 مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينه. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1 مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوء. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريف الله يرحمه، مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل مع السلامه، بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعه تفكر، إذا ما كنتش هتعقل أنا هعقلك. أنا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك، ومفيش سلام عليكم.
السلام عليكم. فيش عليكم السلام. ان شاء الله عقبال عندكم جميعا. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. اسمعي ابتسمي، في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شيء بريك. ما انا مبتسمه اهو يا ام. يمكن كنت مستنيه المنايل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما، وافقت لكم على العريس اللي مدهو البتاع كل، لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه، الواحد يرى احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع ايه ده على الجوال؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها، شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شكله نصاب، وانت كمان نصاب. اقول لك التوام من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش، مفيش شاي كمان. قوم انت من هنا، قوم يا حراميه. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا، يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستنيين ايه؟ الأستاذ فريد الأطريفي. أنا فريد الأطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الأطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الأطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكوا فين؟ خير؟ معايا أمر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم ايه انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه ايه؟ يعني وبالاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي، مواليد الاسكندريه قسم محرم بيه، وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبسه 4 ايام؟ حبسه 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش هعرف ايه الحكايه الاول. جرايه يا فريد، 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام 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 اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها؟ نوال. نوال؟ انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاهل النبي تتنيل وتسكت، بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه يا بيه؟ افندم خدها شويش على الحجز. يا بيه خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل قدامك. اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق انه اتفضل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. اسكت ده على اخوك. الشرم حبيبي عبد الجواد، امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره، احنا بعيد عن كل شبهه، لازم اعصابكم تبقى زي الحديد.
والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتهرفوا. شعبان زلق نفسه هيروح فين؟ هتبلغ علينا. شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان خطر اعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. زيقة الرقاصه.